السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا المشاهدين، في هذا اليوم سوف نقطع هذه الخلية الحرة، خاصة وقد تغيرت الأجواء وهطلت أمطار في هذه الأيام، وفي ظننا أنه هذه الخلية سوف لن يستطيع الاستمرار في هذا المكان، لذلك سوف نحوله إلى خلية في صندوق، أو نجعل خليتين حرتين في صندوق واحد ونجمع الخلايا الحرة نظرا لتغير الأجواء في هذه المناطق. وسوف نريكم الطريقة، الطريقة سهلة جدا، وسوف نأتي بإطارات فارغة لنحول الشمع الممطوط الطبيعي داخل هذه الإطارات. الأشياء التي نحتاجها أيها الإخوة، هذه مثلا إطار فارغ وضعنا فيه هذه الأسلاك المطاطية، وسوف نجعل داخلها الإطارات الممطوطة، ونحتاج إلى هذه أيضا لقطع الشمع، وهذه أيضا لوضع المليكة داخلها نظرا لأننا نجعل مليكتين أو خليتين في صندوق واحد خوفا من قتل إحدى المليكتين، وفي ظني أن هذه الخلية فقدت مليكتها لأنه لا توجد فيها يرخات وبيض أو حضنة. فلنبدأ أيها الإخوة، أولا نأتي إلى قطع الشمع، وسوف نريكم كمية النحل لأننا وضعنا عليه أو دخلناه قبل ما نبدأ العملية. انظروا أيها الإخوة، النحل تحول إلى هذه الجهة، وكمية جيدة من النحل، والإطارات تبدو أنها فارغة لأننا لم نغذه، وكنا نطمع أن نقطف العسل الطبيعي مع الشمع الطبيعي. هذه القطع الصغيرة لا يمكننا أن نضعه في الإطارات، ولكن القطع الكبيرة يمكننا وضعه فيها. انظروا أيها الإخوة، لا توجد فيها حضنة ولا يرخات، ولكن توجد هنالك حبوب لقاح ورشات قليلة جدا من العسل إذا كان يبين الصورة. نضعه في هذا الجانب، وفي هذا الجانب أيضا نقطع قطعات ونضعه فيها. يبدو أنه توجد حضنة، وتوقعاتنا لم تكن في مكانها، ومن الجيد أن يكون فيها أو تكون فيها ملكة. انظروا أيها الإخوة، توجد حضنة في هذه
في هذه المناطق، وسوف نحاول إيجاد الملكة. انظروا أيها الإخوة، وفي هذا الجانب أيضا توجد يرقات وحضنة. نضع هذه القطعة أيضا بجانب القطعة الثانية، أيها الإخوة. عملية سهلة جدا، والنحل لا يقاوم، كأنه يحب هذه العملية، وفي مصلحته أن يقبل بهذه العملية. انظروا كيف يتجمع النحل، وسوف نضعه هنا ونأتي بإطار آخر ونضعه فيها، ونوقف الفيديو حتى لا نطول عليكم. انظروا أيها الإخوة، مط جميل وقطعة جميلة جدا، توجد حضنة في هذا الإطار أيضا. انظروا إلى هذا الجانب، توجد حضنة أيضا، وسوف نوقف الفيديو ونريكم الإطار. انظروا أيها الإخوة، قطعة أخرى وضعناها في هذا الإطار بهذا الشكل. انظروا أيها الإخوة، كما ترون لا توجد مخزون، وهذا ينبئ بهلاك الخلية إذا لم نساعده. وسوف نريكم الملكة إن وجدناها داخل الجمع. انظروا أيها الإخوة، أصبحت بهذا الشكل. قطعنا بعض الأطراف حتى يتناسب الشمع مع الإطار، وهذه الجهة أيضا. بقيت قطع ونحضره. انظروا أيها الإخوة، لولا سوء الأحوال الجوية لكان هذه الخلية له شأن عظيم وعسل جيد، ولكن سوء الأحوال الجوية حالت دون تطوره. انظروا أيها الإخوة، نجعله هكذا في هذا الجانب، ومن ثم نأتي بالسلك هكذا. وسوف نوقف ونستمر.
هذه القطعة الأخيرة قطعتين بجانب بعض، وسوف نأخذ هذا نقطع هذه القطعة حتى يتناسب مع سطح الإطار ونجعله هكذا، أو من هذا الجانب نجعله هكذا. انظروا أيها الإخوة، وسوف نجمع النحل الملتصق في السطح ونضعه في الصندوق. انظروا أيها الإخوة، هذا السطح الذي كان عليه، وهذه هي الملكة، هذه هي الملكة. انظر إليها، وسوف نجعله على الإطارات كي ينتقل النحل إلى الأسفل. انظر إليها، النحل سوف ينتقل إلى الأسفل قريبا لوجود الحضنة في الأسفل. كمية لا بأس به من النحل، ولكن الإطارات كثيرة وقد فقدت الملكة وأردت أن أصورها من فوق. ها هي أيها الإخوة، ملكة جميلة، انظروا إليها. سوف لن نضغط عليها، وسوف يتعرف النحل إلى الأسفل وينتقل إلى الإطارات، ولكن لدينا عمل آخر أيضا. هذه الخلية أيها الإخوة، سوف نريكم هذه الخلية أيضا ونثبت الكاميرا. نحاول أن ندمج بين هاتين الخليتين. هذه الخلية أيضا خلية حرة، سوف نأتي بالإطارات ونضعها داخل هذا الصندوق. وضعنا الملكة مع 5 نحلات في هذا القفص. انظروا، أتينا بالبراويس وقد سحبنا الملكة، ونظرا لقرب الخلية سوف يكون النحل كتلة واحدة ويتجمعون في مكان واحد. أتينا ببعض الإطارات الأخرى أيها الإخوة، وقد تخلى النحل عن مكانه القديم في الأعلى وانتقل كله إلى هذا الصندوق. هذه الإطارات التي جعلنا فيها الشمع، وهذه إطارات فارغة سوف نستعمله
في هذه الخلية، ويمكن سماع صوت الملكة بوضوح في بعض الأحيان وهي تنادي النحل. سوف نقطع هذه، ويوجد فيه بعض العسل على ما أظن. يا الله، سوف نبدأ بالعملية. نعم إنها ثقيلة، انظروا أيها الإخوة إلى العسل الطبيعي. هذا هو العسل الطبيعي من خلية حرة طبيعية كما ترون أيها الإخوة. ختم بعض أجزاء من الإطار، انظروا في هذا الجانب أيضا يوجد رشات قليلة من العسل. انظروا أيها الإخوة، وضعناها بجانب هكذا، وهذا الإطار مهم جدا لأن الخلية الأخرى أيضا لم تكن فيها مخزون، وهذا سوف يساعده على النهوض من جديد. انظروا إلى هذه القطعة أيها الإخوة، توجد فيه حضنة وفي الأعلى عسل مختوم أيضا. انظروا أيها الإخوة، عسل مختوم وحضنة في الأسفل، ويمكن أن يكون فيها بيض أيضا. سوف نقطع أيها الإخوة. انظروا أيها الإخوة، هذه القطعة توجد فيها يرقات وبيض، وهذا شيء جيد لأن النحلة لا يحاول ترك الخلية الجديدة نظرا لوجود الحضنة. وسوف نثبته ونريكم الصورة النهائية. انظروا أيها الإخوة، الصورة كما ترون يوجد عسل وحضنة، وقد اقتربنا من عش الحضنة وبدأ النحل يغضب. انظروا أيها الإخوة، جميلة جدا هذه الخلية وعملها. وسوف نستمر في القطع، والنحل سوف ينتقل من الأعلى إلى الأسفل بالتأكيد قليلا من الوقت، وسوف يكون النحل كتلة واحدة. في هذه العملية أيها الإخوة، يجب أن لا ينسى النحال الملكة بشكل خصوصي، وكل حركة يتحركها يجب أن يحسب حساب الملكة وأين هي الملكة، ويمكن أن تكون في أي مكان، ويتجنب قتل الملكة. لهذا أيها الإخوة، نستمر بشكل بطيء ونحول الخليتين، ولا يوجد هنالك حالات للتصادم، والملكة الأخرى في هذا القفص، والنحل يتجمع عليه ويريد تحريره بالتأكيد.
هذه القطعة الأخرى أيها الإخوة، حضنة وبيض ويرقات وعمل جيد في هذه الأحوال الجوية السيئة في هذه السنة. انظروا إليها في كلا الجهتين. هكذا أيها الإخوة نجعل كل الإطارات على حسب طول وعرض الإطار. انظروا إليها، طول وعرض الإطار حتى يتمكن النحل من التساقه مرة أخرى. انظروا أيها الإخوة، ومن الجوانب أيضا. ومن ثم نأتي بالسلك المطاطي أو الربطة المطاطية ونجعله على عرض الإطار ويتماسك حتى يستطيع النحل أن يلصقه مرة أخرى. انظروا أيها الإخوة، ما زلنا نبحث عن الملكة والأمور جيدة. انظروا إلى البيض والحضنة وعمل جميل جدا. في هذه المرحلة أيها الإخوة أحاول أن أقلل من حجم النحل على الغطاء كي يسهل عملية انتقال الإطار الأخير أو الإطارين الباقيين. هذه تسهل علينا من انتقال النحل، وسوف يختار النحل المكان التي تكون فيه النحل أكبر. ويبدو أن النمل أيضا يشارك في هذه العملية ويصارع النحل، ولا أدري كيف وصل النحل إلى هذا المكان وأتعجب من ذلك. قبل أن يعود النحل إلى مكانه سوف نقطع هذه. انظر إلى كمية الحضنة، وأنا أتأذى من النمل أكثر من تعرضي للسع النحل. انظروا أيها الإخوة، هكذا أصبحت الصورة أيها الإخوة. انظروا إلى خروج النحل في هذه الأوقات. وما زلنا لم نلتقي بالملكة. انظروا أيها الإخوة إلى النمل، وأنني عرفت الآن أن هذه الخلية كان يمكن أن يكون أحسن حالا من هذا الذي فيه الآن لولا وجود كل هذه الكمية من النمل. والنمل أتى عبر هذه الأسلاك كما ترون، يتنقل عبر الأسلاك وينتقل إلى الخلية. وأتعجب من ذلك، وأن النحلة يتقاتل معه للاستيلاء على المكان، وكل يحاول إثبات نفسه. وسوف ننفض هذه الكمية أيضا ونجعل الغطاء داخل الماء، أو ننفضه لإبعاد النمل. والنحل قد تقبل الأمر وانتقل إلى هذا الصندوق،
انظروا إليها، الأمور جيدة لحد الآن. انظروا أيها الإخوة كيف يحاولون قتل الملكة الأخرى وهو متواجد بين النحل. انظروا إليها، هذه هي الملكة. انظروا إليها أيها الإخوة، هذه هي الملكة. وسوف نحميها إن شاء الله ونجعلها في قفص حتى يعتاد النحل على قبول هذه الملكة التي توجد في القفص، وهذه الملكة نستعملها على خلية أخرى أو نجعل ما خلية بملكتين بحاجز ملكي. وهكذا أصبح ضم النحل وكلا الخليتين أصبحت على 5 إطارات مليئة بالنحل، مليئة بالشمع الممطوط، يوجد فيه مخزون جيد، وسوف يبدأ النحل ويتعود على العمل على هذه الخلية أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.